يعني زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، الحديث عن بطولات ورجال وقادة حرب أكتوبر لن يتوقف أبدا، وإحنا هنحاول إن إحنا نسلط الضوء على عدد من هؤلاء القادة في هذه الحرب، يعني اللي رفعت رؤوس المصريين جميعا وكانت سبب في سحق أكيد لي يعني الكيان الصهيوني. في سجل بطولات نصر أكتوبر العظيم بيأتي اسم الفريق عبد المنعم خليل اللي تولى قيادة الجيش الثاني الميداني تحديدا يوم 16 أكتوبر 73، وكان خلفا للواء أركان حرب محمد سعد مأمون. يمكن قبلها كان بيتولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة ثم قائدا للمنطقة المركزية العسكرية. تفاصيل أكتر عن النقاط المضيئة في أو لاسم الفريق عبد المنعم خليل هنعرفها من خلال هذا التقرير. الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق عبد المنعم خليل في محافظة المنيا في الأول من إبريل عام 1921، وتخرج في الكلية الحربية في مايو عام 1942. خاض حروب مصر المعاصرة بدءاً من الحرب العالمية الثانية، وتدرج في المناصب القيادية في سلاح المشاة حتى وصل إلى قائد الجيش الثاني الميداني في سبتمبر عام 1969، وحتى يناير عام 1972. بعد ذلك تولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة في يناير عام 1972، ثم قائدا للمنطقة المركزية العسكرية من أكتوبر عام 1972 وحتى 15 أكتوبر 1973، ثم تولى قيادة الجيش الثاني الميداني مرة أخرى خلفا للواء سعد مأمون في 16 أكتوبر 1973 وحتى 12 ديسمبر 1973. وتقديراً لدوره العظيم أثناء قيادة الجيش الثاني الميداني وتحقيق النصر العسكري العظيم، حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، ومن أهمها وسام نجمة الشرف العسكرية، وحصل على رتبة الفريق الشرفية عام 2013، ومنح الدكتوراه الفخرية في أكاديمية ناصر العسكرية العليا تقديراً لعطائه العسكري. يعني البطل اللي ساب لك تاريخ بتعيش عليه.